يبدو أيضا أن الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في تأزم واضح في ظل هذا القصف المتبادل والاستهدافات المتبادلة بين حزب الله من جانب وقوات الاحتلال الإسرائيلية من جانب آخر. سنطلع ونتعرف على المزيد من الأوضاع على هذه الحدود أو في هذه الحدود. ينضم إلينا من بيروت الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، بعد التحية، حزب الله منذ الصباح أعلن عن عمليتين استهدف من خلالهما بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية. في الوقت ذاته أعلن أنه وصل عدد القتلى من حزب الله إلى 108. كيف تبدو الأوضاع على الحدود؟ نعم، حياتي لك في البداية. بالفعل كانت ليلة عنيفة على سكان قطاع جنوب لبنان. بالأمس كانت الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة لأطراف البلدات، والقصف لم يتوقف طوال الليل، وخصوصا في البلدات المحاذية للخط الأزرق الفاصل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. أيضا كان هناك إطلاق صاروخ جو أرض على إحدى المناطق في عيد الشعب، لم يؤدي إلى إصابات مباشرة في منازل أو منشآت في هذه المنطقة، ولكن أثار الذعر بشكل كبير جدا في الحدود اللبنانية. وبالتالي كانت هناك عمليات تنفذها المقاومة الإسلامية في لبنان منذ الصباح، حيث تم تنفيذ بالفعل عمليتين، وهناك أصوات تسمع من تقارير دولية، أصوات أخرى من عمليات تنفذ من الأراضي اللبنانية باتجاه أهداف للجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية بسبب الأعمال التطويرية طوال الليل. طيب، فيما يتعلق بأعداد القتلى، هل استقر حزب الله أن عدد قتلى حتى هذه اللحظة وصل إلى 108؟ بالتأكيد نعم، هناك العديد من العمليات أو البيانات التي يعلن فيها حزب الله عدد قتلى، وهذا العدد يتضمن قتلى في الجنوب اللبناني وأيضا قتلى لحزب الله في العمليات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العمق السوري، لأن هناك تواجد أيضا للحزب على العمق السوري. أما فيما يتعلق بالأراضي اللبنانية فهناك قرابة 98 قتيل لحزب الله في الجنوب اللبناني، فضلا عن قتلى في الجنوب أو في المناطق السورية، بالإضافة لأن هناك أكثر من 17 مدنيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي المتكرر للمناطق في الجنوب اللبنانية. وبالتالي هناك عدد كبير من القتلى أو أيضا المدنيين الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر على الجنوب اللبناني. طيب، خلال الأسابيع الماضية أحمد، ما هو متوسط العمليات التي يعلن عنها حزب الله يوميا باتجاه الأراضي الإسرائيلية؟ يوميا يعلن حزب الله تختلف عدد العمليات باختلاف وثيرة تصعيد في الحدود الجنوبية اللبنانية. فهناك في أيام يعلن حزب الله عن 13 عملية، وهذا هو أعلى عدد من العمليات الذي يقرره حزب الله على مدار اليوم. وهناك أيام تعدل العمليات إلى 3 أو 4 عمليات، مثلما تم بالأمس كان هناك إعلان عن 4 عمليات فقط على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، ولكن وثيرة العمليات تختلف على حسب وثيرة التصعيد في الجنوب اللبناني، أيضا على حسب شدة هذه العمليات. هناك عمليات تتم استهداف قواعد عسكرية إسرائيلية بأسلحة خفيفة أو أسلحة رشاشة، وهناك عمليات يتم استهدافها بمواقع عسكرية بقذائف صاروخية مثل قذيفة بركان أو بطائرات مسيرة تخرج من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف في الجانب الإسرائيلي. ولكن ربما كان اللافت بالأمس هو إلقاء الطيران الإسرائيلي منشورات يحذر فيها أهالي الجنوب اللبناني من التعامل مع حزب الله وعناصره. ربما كان هذا مؤشرا اثار عدد من او اثار ردود فعل غاضبه في الجنوب اللبناني وايضا في الدوله اللبنانيه بشكل عام، معتبرين ان هذه المنشورات تنذر بمزيد من التصعيد ومزيد من الاستهداف للمدنيين خلال الفتره المقبله. ربما كان هذا دافع لحزب الله ايضا ان يبادر بتنفيذ عدد من العمليات من الجنوب اللبناني اليوم، ردا على هذه المشروعات وردا على التحذيرات والاستفزازات المتكررة التي يقوم بها جيش الاحتلال باتجاه الشعب اللبناني في الجنوب أو في الأراضي اللبنانية بشكل عام. طيب أحمد، من حيث الوتيرة، هل يبدو الفعل ورد الفعل اللبناني والإسرائيلي أيا ما كان من البادئ بالفعل ومن هو رد الفعل، هل تبدو هذه الوتيرة متساوية؟ يعني إذا قام حزب الله أو أعلن عن تبني لثلاث عمليات، هل ترد إسرائيل بثلاث عمليات فقط؟
الوتيرة لا تقاس الجيوش بهذا التناغم أو بهذا الشكل، فبالتأكيد ليس هناك نوع من أنواع التوازن بين جانبين اللبناني والإسرائيلي، ولكن ربما التوازن يتم في نطاق العمليات، إذ أن قواعد الاشتباك لا يزال يحتفظ الجانبان بها حتى الآن. القصف يكون في محيط مدى قرابة أو أقصاه 10 كيلومترات على الحدود الجنوبية في الجانب اللبناني أو في جانب الشمال الإسرائيلي، فكل هذه الأمور هناك توازنات يتم الحفاظ عليها، وذلك في إشارة واضحة إلى عدم وجود رغبة لدى الجانب الإسرائيلي ولدى الجانب اللبناني أيضا بمزيد من التصعيد في الجنوب اللبناني. تبقى قواعد الاشتباك وفقا لما هو متعارف عليه، ولكن جيش الاحتلال الاسرائيلي يقوم بشكل شبه يومي بعمليات اشبه بالتمشيط عبر اطلاق النار على كافه المناطق على طول الحدود اللبنانيه الجنوبيه على طول الخط الازرق، سواء كانت هذه العمليات بصفه انها عمليات او لا، ولكن ربما يبدو يقطع الطريق على وصول اي من المسلحين او وصول اي من منصات التواريخ لهذه المناطق، فيقوم باطلاق النار عشوائيا على هذه المناطق طوال الليل وايضا في ساعات كبيره على مدار اليوم. الهدف منها هو التمشيط وقطع الطريق على الوصول الى هذه العمليات، ولكن هذه لا تعتبر عمليه تنفذ ضد اهداف مدنيه او ضد اهداف محدده، هي عمليات عشوائيه ينفذها جيش الاحتلال بشكل مستمر على مدار اليوم. فيما يبدو احمد ان هناك جهد فرنسي لاحتواء هذه الازمه وهذا التصاعد في العمليات بين لبنان ومن جهه حزب الله تحديدا من جهه واسرائيل، وزيره الخارجيه اللبنانيه يبدو انها سوف تزور بيروت اليوم بحثا عن هذا الاحتواء انجاز هذا الوصف. هل يمكن ان نتوقع احتواء هذا التصعيد من قبل فرنسا؟ بالتأكيد نعم، هناك زياره تقوم بها وزيره الخارجيه الفرنسيه الى العاصمه اللبنانيه بيروت اليوم، ومن المقرر ان تلتقي اليوم رئيس مجلس النواب اللبناني نجيب بري وايضا رئيس حكومه وزاره الاعمال اللبنانيه نجيب ميقاتي، وهناك العديد من اللقاءات التي ربما تشمل ايضا قائد الجيش اللبناني وعدد من المسؤولين. هناك بالفعل جهد فرنسي كبير لاحتواء التوتر على الجنوب اللبناني، هذه هي الزياره الثانيه لوزيره الخارجيه الفرنسيه الى لبنان منذ بدايه التوترات على الحدود الجنوبيه في الثامن من شهر اكتوبر الماضي، هذا تعتبر هذه الزياره هي الخطوه الثالثه بعد خطوتين قامت بها فرنسا، الخطوه الاولى في ارسال وفد فرنسي رفيع المستوى يضم عدد من المسؤولين في وزاره الخارجيه والجهات المعنيه في الدوله اللبنانيه، وتبقى وفد ايضا لمسؤول امني رفيع المستوى من الدوله اللبنانيه من فرنسا الى الدوله اللبنانيه قبل الماضي، وبالتالي هي خطوه ثالثه تاتي تتويجا للجهود المبذوله على مدار الاسابيع الماضيه من اجل احتواء التوتر في الجنوب اللبناني. فرنسا من اكبر الدول التي لها جنود في الجنوب اللبناني، لديها اكثر من 700 جندي ضمن قوه الامم المتحده المؤقته في لبنان اليونيفيل، فبالتالي هناك ايضا جنود فرنسيين تعمل الدوله الفرنسيه على مصالحهم، وبالتالي التهدئه في الجنوب اللبناني هي مصلحه بالنسبة. لكن السؤال هنا احمد، هل هناك اي فائده من مقابله وزيره الخارجيه الفرنسيه لمسؤولين رسميين لبنانيين وليس مسؤولين في حزب الله؟ نعم، المسؤولين اللبنانيين هناك قنوات اتصال مفتوحه بين المسؤولين اللبنانيين وبين حزب الله باعتباره هو من يملك السلاح وهو من يدير العمليات في الجنوب اللبناني.